بس لما فاتوا القوات فجأة ما عرفش وين يروح، راح وين هرب؟ عن دار الغانم اللي صارت فيها عندهم الانفجار. اتصل على أبوه قال له يابا أنا انحشرت مش عارف إني أطلع على أروح. قال له خلص، أول شي حكى له أنت شو مودك هناك؟ قال له خلص يا أبوه ما عرفت إني أروح. قال له طيب خليك بس يخفوا الجيش بتروح. فهذا حكيت مع بين 12، كنت احكي معه الساعة 12 واحكي له اي مصعب كيف وضعك؟ قال لي تمام يما انتو كيفكم؟ قلت له الحمد لله. قال لي دير بالك على حالك. قلت له طيب. رديت رنيت عليه على التنتين وكانت بالضبط 46 دقيقة 26 دقيقة بحكي له مصعب في قوات خاصة وفي كان كثير يعني قناصات وفي الحارة ملانة انتم ملاح؟ بحكي له والله الحمد لله ملاح، انتو دير بالكم على حالكم. قلت له طيب. بعدها رنيت عليه فش، انقطع الاتصال. فتحت التلفون لو في انفجار قوي كان عند دار الغانم، قصفوا دار الغانم. ابني غاد يعني تلقائي راح الواحد يعني يقول خلص انصاب. فحكيت لأبوه مصعب أكيد انصاب معهم لأنه الانفجار عندهم. قبل ما يصير الانفجار كان حاكي لصاحبه امسك تلفوني بدي اتوضا واصلي، حاس حالي بجزء استشهد هيك حكي له. قال له صاحبه طيب ماشي، مسكه وصار راح توضا وصلى ركعتين ومسك التلفون بقرا قران. ما خلص قران الا قصفه. بعد القصف كان عايش يعني بصاحبه جاره بده انه يسعفه، بدوش الجيش ياخذوه، حطه في الغرفه وسكر على الغرفه على اساس انه الجيش ما يجي ياخذه. طيب بعدها اخذوه بالاسعاف، بس اخذوه بالاسعاف وقفوه عند المقاطعه الجيش بس عشان ما يسعفوهوش. فتحوا الاسعاف فتشوه، كان في اكثر من واحد حتى في الاسعاف. فضل ينزف تمام، وهذا اللي بدهم اياه يعني، هم بدهم اياه انه ايش ضلوا واقف في الاسعاف تيموت. وفعلا استشهد الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. هو اصلا كان بده اياها واكثر من مره عادها قدامنا، اكثر من مره بقول يما خلص انا ما بدي بالدنيا. وكل مره انا فكرته كلام يعني زي الشباب ما بيحكوا، كل مره بيحكوا هيك. بحكي له طيب، ابوه بقول له طيب يعني بس تيجي وقت التحرير واحنا لسه هسه الوضع. قال له لا يابا انا مش بستناش لكمان سنتين لما يصيروا يحرروا هذا لا. بعدها وصل المستشفى، كان مستشفى لما وصل المستشفى كان مستشفى الحمد لله. اصلا انا كثير مبسوطه وفرحانه لانه هو كان بده اياها من الاول، هو كان بده اياها هي الاشي وهو مبسوط وخلص. طول ما هو مبسوط الحمد لله.